زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بنتابع اخبار النادي الاهلي طبعا والفرق المختلفه والمواضيع اللي تم حضراتكم مع مراسلنا المختلفين. هنروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره وهتكون معانا هنا ابو القاسم زميلتنا العزيزه. هنا صباح الهنا عليكي واكيد سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. أكيد هنبدأ بقى بالحدث الأهم وتحقيق رجال طبعا النادي الأهلي للكرة السلة لإنجاز لأول مرة بيحصل في تاريخ الأندية الإفريقية والعربية، والفوز على فريق أمريكي بالتحديد فريق إجنايت الأمريكي، ويمكن كمان بقى هم على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز جديد وهو برونزية العالم لبطولة كأس العالم للأندية كأول زي ما قلت نادي عربي وإفريقي. يعني خليني أقول لكم طبعا هو دلوقتي بيواجه فريق جولدن بولز، وآخر سكور كنا تابعناه قبل ما نطلع لايف مباشرة كان النادي الأهلي متقدم بنتيجة 32-25. خليني أقول لكم النادي الأهلي بدأ المباراة بشكل قوي جدا، كان قدر يفرق في السكور يعني منذ بداية المباراة. بنتمنى لهم كل التوفيق، وطبعا إن شاء الله بقى نكون بنحتفل في 10 الصبح في الاهلي بفوز رجال النادي الاهلي ببرونزيه العالم. يعني حيانا هواندو يا كريم، لما بنقول ان النادي الاهلي نادي الانجازات والانتصارات ده طبعا بيكون مش من فراغ، ده بيكون لان دايما رجال وسيدات النادي الاهلي بيلعبوا على البطولات، بيلعبوا على تحقيق ارقام جديده وبيكتبوا التاريخ. الحقيقه ان هم بيشرفوا مش بس الرياضه المصريه، لا الافريقيه والعربيه كمان. فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم بالفعل حققوا انجاز جديد ويقدروا بقى كمان ان شاء الله يعززوا هذا الانجاز بتحقيق برونزية العالم. فطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة. خلونا بقى نروح دلوقتي لفريق الأول لكرة القدم، والنهاردة طبعا هيكون عندهم مباراة مهمة وبداية مشوارهم الإفريقي. مباراة طبعا هتكون ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، هتكون طبعا أمام فريق سان جورج الإثيوبي. المباراة هتكون الساعة 8 مساء. خليني أقول لكم إن الفريق استعد أكيد بشكل قوي لهذه المباراة، كان اختتم استعداداته أمس هنا طبعا على ملعب مختار التتش، التمرين كان الساعة 5 مساء. خلوني بقى اديكم تفاصيل اكتر او انقل لحضراتكم تفاصيل اكتر عن المران امبارح. كالعادة مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن اهمية مباراة النهاردة. اكيد لازم تكون بداية قوية لحامل اللقب، ان شاء الله بقى تكون بداية موفقة النهاردة، يمكن زي ما افتتحوا بطولة الدوري بمباراة مميزة جدا امام المصري وانتهت طبعا بفوز النادي الاهلي بنتيجة 4-0. إن شاء الله بقى مباراة النهاردة تكون كمان مباراة كبيرة لرجال النادي الأهلي. امبارح المران كان مبني على فقرات متنوعة سواء طبعا بدنية أو فنية، ويمكن بقى مستر مارسيل كولر كان حريص إن اللاعبين يلعبوا تقسيمة قوية في نهاية المران. بعد كده طبعا الفريق دخل في معسكر مغلق عشان يدخل في كل أجواء مباراة النهاردة. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى، ويمكن النهاردة معانا أخبار كتيرة ومتنوعة. بداية مع كرة اليد، رجال كرة اليد إن شاء الله غدا هيغادروا عشان يستعدوا للبطولة الإفريقية، هيغادروا للكونغو. خليني أقول لكم إن منافسات البطولة هتبدأ يوم 28 سبتمبر، يعني خلاص في خلال أيام قليلة. رجال كرة اليد ماشيين الحقيقة بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري، بادئين بداية قوية جدا، فازوا في جميع المباريات. يمكن آخر مباراة كانت منافستهم أمام فريق الأولمبي كانت قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 40-16، يعني طبعا فرق سكور كبير جدا، ودي كانت سابع جولة من جولات بطولة الدوري. خليني أقول لكم إن هي أكيد يعني حاجة قوية جدا عشان بقى يروحوا البطولة الإفريقية، هم متصدرين جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، يعني فازوا في جميع المباريات. بنتمنى لهم بقى إن شاء الله إن هم يكملوا السيزون بنفس الأداء. كمان سيدات كرة اليد ماشيين بخطة ثابتة جدا أيضا في بطولة منطقة القاهرة، يعني في الويك إند كان عندهم مباراتين. المباراة الأولى كانت يوم الجمعة، كانت أمام فريق 6 أكتوبر وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 43-24. مباراة تانية كانت أمس كانت أمام فريق سبورتينج وقدروا أيضا يحسموها لصالحهم بنتيجة 34-16. مباراتين كانوا بيقاموا هنا طبعا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، وزي ما أكيد قلت لحضراتكم السكور قدروا يفوزوا بفارق كبير. أيضا حقيقة سيدات كرة اليد بادئين السيزون بداية قوية جدا، فازوا في جميع المباريات بالعلامة الكاملة.
نروح بقى للعبة كرة الطايرة، وامبارح طبعا كان تم عمل قرعة بطولة الدوري لسيدات ورجال كرة الطايرة. رجال النادي الأهلي، خلونا نبدأ برجال النادي الأهلي الأول، بيقعوا على رأس المجموعة الثانية، والمجموعة الثانية بتضم بقى النادي الأهلي، نادي بتروجيت، نادي ترسانة، نادي الشمس، نادي دلفي، والمقاولون العرب. منافسات رجال كرة الطايرة هتبدأ إن شاء الله يوم 18 نوفمبر. أما بقى عن سيدات كرة الطايرة، في سيدات كرة الطايرة بيقعوا على رأس المجموعة الأولى، بيقعوا مع طبعا فريق وادي دجلة، فريق الصيد، فريق الشمس، فريق دلفي، فريق الاتحاد السكندري، وأصحاب الجياد. وسيدات كرة الطايرة أو فتيات الذهب هيبدأوا إن شاء الله منافساتهم يوم 3 نوفمبر. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق سواء لرجال الماسترز، رجال الكرة الطايرة، أو فتيات الذهب سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. إن شاء الله بقى يكون موسم مميز واستثنائي ويقدروا يحصدوا جميع البطولات. خلونا بقى كمان نروح لسيدات كرة السلة، واللي بيبدأوا بداية قوية جدا حقيقة للموسم الجديد ده بعد فوزهم على فريق الطيران باكتساح الحقيقة، يعني قدروا يفوزوا بنتيجة 105-29. دي طبعا أولى منافسات بقى بطولة منطقة القاهرة والموسم الجديد. بدأوا زي ما قلت بشكل قوي جدا، بشكل كبير جدا، قدروا يسيطروا على جميع مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها. أتمنى لهم طبعا كل التوفيق أيضا في السيزون الجديد الحقيقة، هم وكل الفرق الرياضية، لانه حتى الان ماشيين بخطى ثابته جدا كل الفرق الرياضيه الحقيقه، وعاملين بدايه قويه جدا. يمكن الموسم اللي فات كان موسم استثنائي، ان شاء الله بقى الموسم ده كمان يقدروا يحافظوا على هذه الانجازات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى زي ما عودناكم دايما ننقل لكم كل الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يمكن الاعضاء متواجدين في النادي، ويمكن بقى حاله الطقس بدات تنخفض شويه، يعني خلاص بقت اجواء خريفيه، وطبعا ده حاجه انا عارفه ان هي بتفرح كل محبي الشتاء اللي انت يا نهواندو يا كريم طبعا منهم. درجه الحراره دلوقتي داخل النادي 25، الاعضاء متواجدين في حاله بقى من النشاط والطاقه الايجابيه. كل الاعضاء اللي حابين يعني يستمتعوا باليوم تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني دي كانت ابرز اخبارنا. قبل ما اختم كلامي طبعا هتمنى تاني كل التوفيق لرجال كره السله، ان شاء الله يفوزوا في مباراه اليوم ويحققوا انجاز جديد يعني يحسب للنادي الاهلي، وطبعا كره السله المصريه والعربيه والإفريقية. والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرك جدا يا هنا يعني على التغطية المتميزة منك كالعادة، يعني شكرا ليكي جدا.